التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام والأثار حاضرة في ميدان الأهباب الشوط الثالث عشر مشاهدينا الأعزاء في الأشواط العامة مشاهدينا متابعينا الكرام ولكن لا زالت مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق في الأشواط المفتوحة لازلنا في الأشواط المفتوحة مشاهدينا متابعينا الكرام الأشواط المفتوحة الشوط الثالث عشر نسير مع المركز الأول هذا هو اللي هو نار نار يسيطر على مقدمة الشوط علي بن سيف بن حميدان الفلاسي يقود هذا المسار بينما تصريح يأتي في المركز الثاني المركز الثاني منصور بن غرير بن محمد الكتبي المركز الثالث شوف الدخول تدخلت في هذه اللحظات الواعية واعية وعبيد بن راشد بالشاوي الغفلي يتقدم في هذه اللحظات في هذا الاندفاع يا سلام والمركز الرابع مياس محمد بن حمد العويسي يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع يا سلام عودة إلى المراكز الأولى عودة إلى الانطلاق الأول في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق يا سلام شوف التحركات لا زالت بالمركز الأول لا زالت بالانطلاق الأول هذه نار تسيطر على علي بن سيف بن حميدان الفلاسي تسيطر على مقدمة الشوط السلام يا هالي العوير سلام سلام على هذا الفوز على هذا الناموس والسيارة يا سلام علي بن سيف بن حميدان الفلاسي الذي يقدم لنا نار على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق بينما المركز الثاني الواعي العبيد بن راشد بشاوي الغفلي والمركز الثالث رقم كم شفتوها الثالثة عموما على كل حال مشاهدينا متابعينا الكرام نذيع نعود إلى التوقيت دقيقتين و12 ثانية تهانينا والناموس على هذا الفريق